أحسنت. يعني دولة القانون لم تقدم هذه الأسماء بشكل علني ورسمي، فقط أسماء هو التي أسماء أسماء طرحت ولديها مقبولية. طرحت من من؟ من الأرقى السياسية. أحسنت، قل ليش مقبولية من من؟ من الكتل أيضا السياسية؟ لا، هذا هنا يعني بعض الأسماء مثل السيد محمد الشاع السوداني حينما يطرح، أعتقد الإعلام واضح، يعني لم يكن هناك إعلاما مضادا باتجاهه. الرجل مقبول خلال خدمته الوظيفية، تسنم وزارتين وحقيقة أبدع في إدارتهما. طيب. والكل يشهد بذلك، ولا توجد عليه ملفات مطروح. فساد هو مطروح. يعني هذا يعني وارد أن يكون مطروح حتى من سائرون والإصلاح، يعني بشكل عام مقبول. مواقفهم لم نطلع عليه غيره أستاذ، لم نطلع عليه. السيد السهيل لحد الآن لم يكن هناك استبيان في قضية مقبوليته وعدم مقبوليته. طيب.